على الصعيد الإقليمي أكد جلالته أن الأردن سيظل كما كان على الدوام ملتزما بمواقفه التاريخية ورسالته تجاه قضايا أمته العربية والإسلامية، لا سيما القضية الفلسطينية والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس. ظلت القضية الفلسطينية القضية الأولى على أجندتي الدبلوماسية الأردنية لمركزيتنا وعدالتها ولأنها مصلحة وطنية عليا. وستبقى القدس من منطلق مسؤولياتنا الدينية والتاريخية ووصايتنا على الأماكن المقدسة فيها أمانة حملها أجدادنا وسيحملها أبناؤنا وبناتنا. مدافعين عنها ضد محاولات الاعتداء وتغيير الواقع فيها، ونحن نواصل اليوم القيام بهذا الدور المشرف.